ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتكم قناة هيد بي مي تو وين، ومع فيديو جديد الخاص بمنصة الرابط وقع. لو جينا الى موضوع السحب وبعتنا ايميل وطبعا حققنا الطلبات كلها، اصبح معك 8 دولار وحطيت ايميلك وايميل بيبال والاي بي الخاص بيك، وفجأة اتفاجئت ان هما بعتوا لك مسج قال لك ان افتر فيكيشن اول ذا الفيسبوك شير، جميع لينكات الفيسبوك الاثباتات اللي انت قدمتها تمام الى اصحاب العمل في الموقع بتكون باد او بلوك، so you can access the check them. دي معناها ان الناس اللي انت عملت لهم المهام الخاصه باليوتيوب تمام وعملت شير تمام ان جميع لينكات الفيسبوك الخاصه بيك مش شغاله، وبالتالي بيقول لك حل مشاكل اللينكات اللي انت عملتها لان انت عامل انلوك تمام للينكات كلها. So you can see as مش عارف كده you have items the employee PM is back to once it fixed. حل مشكلة جميع اللينكات الخاصة بالفيسبوك، وبالتالي هنفتح لك موضوع ان انت تسحب فلوسك من الموقع. مفيش حاجة بخلاف كده هتتم يا شباب. تمام، طبعا ده الموقع اللي هو الادمن بعت لي بيقول لي المشكلة اللي هي الخاصة بيك تمام، وده احد المشاكل وده خاصة باحد المتابعين للقناة تمام، وكانت لدي هذه المشكلة وانا قمت طبعا بمخاطبة هذا الموقع وردوا علي بهذه الرسالة. تعالوا نشوف مع بعض هنحلها ازاي، ولكن بعد الفصل. اهلا وسهلا بكم من جديد، وطبعا قبل ما نحل المشكلة الخاصة بموضوع السحب تعالوا نشوف الاول ازاي احنا نعمل تمام مهمة الخاصة باليوتيوب. طبعا زي ما تلاحظوا ان انتوا اللي بيشوفنا لسه جديد هنا بيقولك البالانس مثلا 3 سنت، انا ساحب من الموقع التوتال وزدو، انا ساحب من الموقع 30 دولار و 30 سنت ساحبهم من الموقع، ومعدل النجاح الخاص بي انا 97%. طيب وانا عملت 811 مهمة من 833 مهمة، وده الاي بي الخاص بيا، وبالتالي يا جماعة تعالوا نشوف هنشتغل ازاي على الموقع. هتيجي هنا في البداية وتكتب كلمة يوتيوب، وبعد كده بتدوس على الانتر، هيجيب لك مجموعة من المهام في الانترناشنال بس اللي انت هتشتغل عليها اللي هي المهام الدولية. هتيجي هنا وتبحث عن كلمة انترناشنال، هندوس هنا واكتب اي من لوحة المفاتيح، هتلاقي ايطاليا، وبعد ايطاليا هتلاقي بعدها اللي هي الانترناشنال اهي، يبقى جاب لك المهام اللي هي الانترناشونال. وعلى سبيل المثال هناخد مهمه زي دي ونعملها مع بعض بمنتهى البساطه. بيقول لك ابحث على دي سبميل، قال لك ابحث عنها، هتفتح صفحه الخاصه باليوتيوب بعد كده تمام، وتشوف السبميل كاتب لك ايه. هنا على في السبميل قال لك السايت كان بي ريتش، وقال لك مش عايز يفتح معايا، نحاول تاني مش عايز يفتح، اللي هي السبميل ما بتفتحش تمام، وده بيكون يعني طبيعي وانا كده فتحت اليوتيوب. ولكن تعالوا مع بعض كده هنفتح مثلا وليكن غالبا 90% من المهام هيفتح معاك، وما يفتحش معاك هنتجه الى اي في بي ان بيكون مجاني ولكن اسمه الزين ميت انا بستخدمه، طبعا النسخة بتكون مجانية نستخدمها. تمام، بعد كده قال لك بروتكشن ديسيبل هنا المانيا، دوس على الاي بي الخاص بالمانيا، هيكتب لك كلمه الدي اي معناها ان هو بيكون شغال تمام. بعد كده هنفتح الصفحه دي تاني هتفتح معاك خلاص. طيب نيجي تاني ونقول له مش عايز اي بي، ما ينفعش تعمل مهمه هنا على موقع وانت مشغل الاي بي، وبالتالي هنحاول نفتحها تاني. وبعد كده هقوله ديسيبل خلاص انا مش محتاجك في حاجه. بعد كده هندوس على الكريبتو اكستشينج، وبعد كده بيضغط على نبحث على هذه الكلمه ونحاول ان احنا نجيب الفيديو ده كريبتو اكستشينج، واخ اللي هو الواقف ده لقيناه موجود اهو خلاص قد الفيديو تمام. هنيجي هنا ادي لايك للفيديو وتعالوا نبص، نقفل الصوت ونيجي هنا نشوف، قال لك خش في الفيديو شوف الفيديو كامل،
ما تعملش اي سكيبات، والشير الاثنين سوشيال ميديا. طب السوشيال ميديا اغلبكم هيشتغل على الفيسبوك، وده هي مشكلة الخاصة بالموقع. هنشوف ازاي احنا بناخد اللينك من خلال الفيسبوك علشان ما يكونش فيه اخطاء. هنيجي هنا بعد كده ويقول لك سكرين شوت اوف ذا فيديو فوق البيدج شفته، وبعد كده السوشيال مين الميديا. تعالوا هنا مع بعض كده نشوف الفيديو. ام سكيب للاعلان، وتعالوا مش هنستنى ده حوالي 5 دقايق. طبعا انا عامل هنا ترجمة لأداة مش هحتاجها اللي هي الايجوي، مش محتاج ترجمات ومش محتاج يعني ترانسليشن دلوقتي. انا هعملها اوف، ونسحب الشد السامي ده كده. يبقى كده اعتقد، او ممكن احنا يعني نخليها هنا كده. وبعد كده بنيجي ونقوم واخدين سكرين شوت، واكتب اسم قناتك هنا بالشكل ده ومع السكرين شوت. يبقى انا كده شفت مين الفيديو. ناخد سكرين شوت الاول وليكن هنسميها مثلا 1 2 3، وادي السكرين شوت وانا شايف الفيديو كله. بعد كده دوس على باك هنشوفه تاني الفيديو، ولكن هنشوفه كامل علشان نأكد المهم. هنيجي هنا ونقوم ضاغطين على الايمج موقع الابلود الخاص بالموقع. نستنى شوية عما يقوم بعملية التحميل، وبعد كده هنقول له هنعمل ابلود. وبعد ما عملت كلمة الابلود 1 2 3 عملتها، وبعد كده هتعمل ابلود، وبعد كده هناخد اللينك اضغط على كلمة الابلود، وبعد كده هناخد اللينك ده ونحطه له هنا في البوكس ده في الصندوق ده، وبعد كده هنقوم عاملين سهم كده، وبعد كده هنكتب له كلمة شير. تمام، تعالوا بقى نشير الفيديو ده، وليكن انا هنضغط هنا على كلمة الشير. وبعد ما ضغطت على الشير هنقوم عاملينه على مثلا تويتر. تمام، نستنى شوية. طبعا بعد كده اضغط على كلمة تويت، وبعد ما ضغطت على كلمة تويت نستنى شوية، وبعد كده اضغط على كلمة الفيو اللي هتجيلك، وبعد كده ادي لايك للموضوع وكليك يمين من هنا، وخد الكوبي لينك وخد اللينك وحطه هنا. يبقى ده اول لينك انت عملت له شير. بعد كده هناخد الشير التاني، هناخده منين؟ هناخده من الفيسبوك طبعا، ودي ده المشكلة بقى بتاعتنا، والمعمول لها الفيديو مخصوص، يعني دي اهم جزئية لان الفيديو معمول عشان هذه الجزئية. اضغط على كلمة بوست تو فيسبوك عفوا، وبعد كده اقول له ليف للفيسبوك. وانا هنا فاتح الفيسبوك ده تويتر. تمام، هنفتح الفيسبوك بعد كده بتاعنا عشان ناخد اللينك. ادي جاست ناو وادي الموضوع، وبعد كده عشان اخد اللينك ده بالضغط على كلمة اللي هو جاست ناو، كليك يمين على جاست ناو واقول له كوبي لينك ادرس، ونيجي هنا نتأكد ان اللينك بيكون شغال. اعمل بيست كده، اللينك بيكون شغال. هناخد اللينك ده نقوم حاطينه هنا، وده الشغل اللي بيكون سليم. وبعد كده بنقوم عاملين اي كونفيرم، وبعد كده تمام بقوم دايس على سي افابل جوب. يبقى انا كده نهيت المهمه. تمام، يبقى ده الحاجه الصحيحه اللي انا بعمل لها شير للفيسبوك. مش لازم اكون عامل مهمات خاصه بالفيسبوك، لا، المهمات اليوتيوب اغلبها بيبقى فيها شير، يبقى انت لازم تستخدم الفيسبوك. طبعا اهلا وسهلا بيكم في الجزء الثاني من الحلقه. طبعا هتيجي الى مواضيعك اللي انت عملتها من التاسك اي فينش، هيجيب لك جميع المهام اللي انت عملتها ودي الصفحات كلها اللي انت عملت فيها المهام. تفتح اي مهمه من دول وتتاكد من لينكاتك بتكون سليمه ولا لا. هنيجي وليكن مثلا مهمه زي دي اللي احنا عملناها من شويه. طبعا ده اللينك الخاص بالتويتر، وده اللينك الخاص بالفيسبوك اللي هو ده، واقول له طبعا اللي هو سيد تو. تمام،
لو فتح معاك مفيش مشكلة، هشوف الموضوع اللي بعده اكيد هتلاقي في مواضيع انت عاملها تمام ومش هتفتح معاك. طب لو ما فتحش معايا بتيجي على الحساب الخاص بيك وبتضغط على الثلاث نقط دول وتشوف حالة الحساب بتاعك اللي هو الاكونت ستاتيس، هل ان انت واخد استكشن ولا لا على الموقع، لان لو واخد استكشن على الفيسبوك جميع اللينكات اللي انت هتحطها مش هتشتغل معاك، وبالتالي اللي انت بتشوف المشكلة عندك من ايه، هل عندك مخالفات ولا لا، وبتيجي بعد كده بتقوم عامل الهيلب سبورت تمام لو انت عندك مشكلة تمام، وتبعت لهم تقول يا جماعة انا عندي لينكات فيها 1 2 3 تمام، هنا بقول لك هاو كان وي هيلب يو، ازاي احنا بنساعدك تمام. انت طبعا بتخاطبهم او بتبعت لهم مسج وبتقول لهم على المشكله الخاصه بيك، ان انت اللينكات الخاصه بيك ما بتظهرش على الفيسبوك تمام. هنا هيديك شويه تعليمات واقول لك شوفها الاول. ده بالنسبه لهذه الجزئيه اللي هي الخاصه بالسكشن تمام. وممكن انت تتابع ايضا من خلال الخانه الخاصه بالسيتنج وبرايفسي تمام، انت تشوف اللي هي الخانه الخاصه بيك اللي هي البرايفسي شيك اب والبرايفسي السنتر والاكتيفيتي، هل اللي انت عامل من السيتنج ان مفيش حد يشوف البوستات الخاصه بيك الا اصدقائك انت بس، انت بتخليها موضوع بيكون عام، انت حسابك انت اللي بتحدد مين هيشوف مواضيعك او مين اللي ما بيشوفش. لو انت عدلت في السيتنج دي الخاصه بيها حاول انك تخش وتعدلها بحيث ان اي شخص مش اصدقائك بس يشوف البوستات الخاصه بيك، ده عشان تحل هذه المشكله. يبقى ده مشكلة كده هتبقى خاصة في حساب الفيسبوك الخاص بيك انت، اتأكد الاول ان السكشن مش موجودة، واتأكد ان انت ما جاتلكش او عندك مخالفات موجودة على الفيسبوك، اتأكد من البرايفسي من الخصوصية من خلال السيتنج ان انت ان يشوف بوستاتك اصدقائك بس او اصدقاء اصدقائك، ان انت اي بوست اللي انت ممكن تحطه لازم تعمل له ان هو بوست بيكون عام. يعني حاول تعدل جميع اللينكات دي كلها، يعني انت بص على المهام اللي انت عملتها وحاول اللي انت هتعدلها، وبعد كده هتبعت لهم رسالة تانية ان انت المشكلة عندك بتكون انتهت وان جميع اللينكات بتكون شغالة تمام. وبالتالي هيبعتوا لك فلوسك تاني تمام، لان طبعا دي نتيجة بلاغ تم ان انت ان اللينكات مش شغالة. فطبعا انت هتشوف زي ما احنا قلنا هل انت واخد السكشن ولا لا، السكشن ده اول حاجه اتكلمنا عنها، هتشوف الاعدادات الخاصه بالخصوصيه ان مفيش حد يشوف بصوتك الا اصدقائك انت بس، لو انت عملها شيلها. لو انت بتعمل شير في البدايه ما تقولش اصدقائك بس، لان انت بتعمله شير على هذه المواقع انه لازم يكون بابليك مش اصدقائك بس تمام، او اصدقاء اصدقائك. ده حل هذه المشكله. شوف حسابك على الفيسبوك ولازم ان انت بتكون مظبطه ان كل حاجه بتكون بابليك، ان انت ما عندكش اي مخالفات على الفيسبوك، حاجات دي بتكون مهمه. بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.